كل واحد بمنطقته؟ نعم. دائما انت تزور بمنطقته لو هو لو تلاقون بمنطقه بالوسط؟ لا دائما نطلع نتلاقى هناك هو. صراحه دائما انا اروح له. خليك صادق يعني. خليك صادق مع الاسف صارف عليك بنزين. بس بنزين يا ريت شكيل اذا افشق بطنه اطلع المندل طلع المندل ماكله بي خمس قوانات بي شنو؟ خمس قواني ما تمن. شو انتم تاكلون وتطولون؟ لا هي بعد احنا والله من الله. الله يحفظكم. الله يديك. ما شاء الله. انتم يا موالي؟ انا 2-1 97. والله الحمد لله انت الحمد لله انت بالتسعينات. ابد ما مبين عليك 2001. حمزه يقول شوي نرجع لي ورا. ها هسه انا ارجع لي ورا ها هسه تمام. ابد ما مبين عليك 2001. يعني قد مبين والله. 97 96 بعد انت بكيفك. طبعا انا بكيفي عشان اعوفكم بكيفكم وانتم صغرون وتكبرون. او شهادتك بعد انت قيمتي. الله يحفظك ان شاء الله. ما متزوجين؟ انا متزوج. انا لا بطل. انت مال التسعينات ما يزوجون. هو احنا لازم قاعدين نسافر كل شيء. صار لك ايش قد متزوج؟ صار لي تقريبا سنه وشهر. شنو رايك بالزواج؟ صراحه لو مو صراحه كل صراحه. اذا اقول لك الصراحه يجوز راح هواي عالم راح تنتقدني. اوكي خلينا نسمع صراحتك. احنا ايش علينا باللي ينتقدوك او يأيدوك؟ ما بالتالي هاي حياتك ورايك ما تشبه حياتي. مو صحيح؟ مو صحيح؟ يعني اذا اكو فشي حلو بالحياه هو الزواج. استقرار. صدق؟ والله العظيم. ليش ينتقدوك؟ يعني انا انصح كل شاب انه يتزوج. اوكي، شنو النصيحه اللي تقدمها للزواج؟ ما بالتالي الزواج مو سهل والاختيار مو سهل والحياه صعبه. شلون؟ هي بقى الاختيار هو اختيار الشخص هو يختار. اما اذا يكون عنده عرقلات بالحياه فهو هذا اختياره هو يتحمل مسؤوليه اختياره. مو صحيح؟ زين، انت مع الزواج عن حب لو الاهل يزوجون؟ سؤال صعب. ليش انت منو زوج؟ سؤال صعب هذا طالع على الشاشه. شنو الشاشه؟ هذه حياتك. احنا ما يعني ما دا نسالك شيء يعني عظيم. يا اما انت تزوج زواج تقليدي يا اما تزوج زواج عن حب. يجوز انا اتزوج زواج عن حب واهل زوجتي ما يدرون بها انا متزوج عن حب وراح اطلع شلون؟ هسه درينا كلنا. وصلت الفكره؟ هسه احنا الحمد لله والشكر الله يستر عليكم انت صرت تزوجها بعد وكنا درينا الحمد لله وما ظل سر يتخبى. لا بعد ماكو انت الله يحب الستر بس مو هيك. مو يمي. الله يحفظكم يا رب. نسالكم سؤال؟ تفضلي. سهل ولا صعب؟ بعد انت عينك علينا. الرياضه وصعب عادي. الرياضه؟ اوكي، كم مره اخذت البرازيل كاس العالم؟ 5 مرات. ويأشر اكو مساعدات خارجي؟ ما أشر لي. لا لا والله دا ادري يعني اكو شخص اشر فدا اقول انه سمعه مو عليك. انا بس راح اعصب راح اعصب حمزه مش خل الروح راح اعصب. انا هو منه انا باو عليك راح اعصب. انا ما احكي عليك وصلت لها الفكره؟ اشرح لك؟ انا مو علي بس هو عصب على السريع. انا دا اقول لك انه هو انت جاوبت صح واكو ناس من خارج الكادر جاوبوا صح. صحيح؟ يعني قصدي انه معلومات مو علي. الحمد لله. لا تعصب. لا ما اعصب. انطينا هديه. كلش تشرفت بيكم بما انه انت من اهل الدوره وبما انه انت من الزعفرانيه وتجي فهذا اشتراك لجيم تي ان تي بالسيديه باداره حسن الجبوري. بالعافيه عليكم. كورس كامل مجاني لمده شهر تروحون تتدربون اريد طول وعضلات. اوكي ان شاء الله. ان شاء الله. شوفكم. انا ما تخدمني العضلات بس يلا اوكي قوي نفسك. قوي نفسي وتعرفين انا عصبي وعضلات تخيل بعد شي جرعه. شلون نعيش هو عصبي شلون نعيش هيك مسيطر علي النوجم بعد شي حركات وما يباوع عليك وينوبه عصبي ويتكبر. الحمد لله. عيشه صعبه. الحمد لله وراح احمد الله وشكره بعد. لا لا قلبه طيب هو.